تحول صندوق الاقتراع الرئاسي إلى صندوق بريد لرسائل التيار الوطني الحر السياسية تلقاها حزب الله بصمت نوابة بعد التعادل الذي فرضته الصدفة بين الورقة البيضاء وميشال معوض ب 39 صوتا بسبب غياب نواب الثنائي الشيعي وحلفائهم، وأبرزهم نائبا حركة أمل هاني قبيسي وعادل عسيران والنائب طه ناجي والنائب جميل السيد الذي أعلن سابقا مقاطعته. في المقابل غاب نواب يصوتون المعوض، وهم نائب الكتائب سليم الصايغ، نائبا القوات ستريدا جعجع وملحم رياشي، والنواب وضاح الصادق ياسين ياسين نعمة فريم. توزعت أصوات التيار الوطني الحر وحزب التاشناك البالغ عددهم 20 نائبا بعد طرد النائب جورج بوشيكيان كالتالي: 3 نواب لم يشاركوا في التصويت وهم سيمون أبي رميا وأجاب بكرادونيان الغائبان، وجبران باسيل المتأخر عن الجلسة، الياس بوصعب الغائب أيضا خارج المعادلة أصلا لأنه يصوت عادة لزياد بارود، ليبقى للتيار 16 صوتا منهم من لعبوا على الأسماء وخلطوا الأوراق لتكون النتيجة: بدري ظاهر 3 أصوات، معوض بدري ظاهر صوت، 4 أوراق ملغات منها ما كتب عليها ميشال وأخرى معوض. ورقة حطوا فيها ميشال وورقة حطوا فيها معوض، ورقتين ميشال وورقتين معوض، فينا نجمعهم بعضنا؟ إذا وقفت على هيك ميشال بنعملها. عم يطالب بأربع أصوات، عم بيطالب باثنين، إذا جمعهم بيطلعوا 2، وبالتالي 8 أصوات عبرت عن الرسائل السياسية، وحافظ 8 نواب من تكتل لبنان القوي على الورقة البيضاء. جيدة يعني أنه صار في توافق. نعم يعني صار في تعادل. تعادل بتحمس لمرت الجاي، أنه مرت الجاي يمكن يكون الوضع أفضل. مين طلع بيه؟ حتى بالإعلام اللي حزب الله عم بشوف بيمونوا كتير. مثل ما كان انفصلتوا عن بعض؟ طلقتوا؟ الأول بعدين كل واحد بيبودها بعدين تقريبا. إذن الطلاق بين التيار الوطني الحر وحزب الله لم يقع، فربما الأمر صعب لأن الزواج حصل في كنيسة مارمخايل المارونية، ما قد يدفع البعض إلى ترجمة الصورة التي جمعت باسيل ونواب الحزب على أنها اجتماع داخل القاعة العامة، لا سيما أن رئيس التيار حرص على حضوره على الرغم من تأخره في الوصول وعدم قدرته على المشاركة في التصويت الذي لوح من خلاله النواب بخيار ميشال معوض من دون أن يقدموا على الخطوة الجارية. لكن النائب غسان عطل جزم بأن اللقاء جرى من باب الصدفة وقوفا على باب القاعة. النائبين علي عمار وحسن فضل الله كانوا مرئين بدهم يفلوا، ونحن كنا واقفين جنب الباب، وصار تبادل سلام وحديث عادي يعني ما من اجتماع ولا انه لقاء. يحاول النائب ميشال معوض بلوغ عتبة 50 صوتا، وهكذا قرأ تلويح التيار بالتصويت له: انه تصرف البعض ان كان بتعطيل النصاب بعملية التصويت الاستهزائي اللي شفناه، انه بدنا نوصل رسالة بس ما بنسترجع نروح للآخر، ان كان بفتح جلسات وتسكير جلسات بعد هاي ما فهمتها ليه عم نسكر محضر جلسة، هيدا التصرف صار في ملل عند اللبنانيين. نواب كتلة الوفاء للمقاومة التزموا الصمت، فيما نأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل بحركة أمل عن زعل حليف الحليف: نحن حريصين دائما على انتظام علاقات القوى السياسية مع بعضها البعض، ما بنتدخل بهذا الأمر، موقفنا السياسي واضح. أغلق رئيس مجلس النواب نبيه بر المحضرة على نتيجة تعادل بين الورقة البيضاء وميشال معوض ب 39 صوتا، فيما حصل لبنان الجديد على 9 أصوات، عصام خليفي 5 أصوات، بدري ظاهر 3 أصوات، وتعادل بصوت واحد كل من معوض بدري ظاهر ولأجل لبنان وصلاح حنين وفوزي أبو ملهب وتوافق، فيما ألغيت 4 أوراق، ورفعت الجلسة إلى الخميس المقبل لتكون العاشرة والأخيرة في العام 2022. ريم حمدان، قناة الجديد.